تتفضل الآن معالي وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبد الله الفارس وعرض مرئي للإنجازات والأعمال الموكلة، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، أختي وأخواني أصحاب المعالي، خواتي وأخواني الحضور، وخواتي وأخواني المواطنين خلف الشاشة، يقال أن الصورة تغنينا عن ألف كلمة، فتسمح لي سموك أبدأ عرضي بفيديو مختصر يوضح جانب من الإنجازات التي تمت بسواعد الجنود المجهولة في الجهات التابعة. وننتقل لأهم ملف، ملف يشكل هاجس للعديد من الأسر الكويتية، ونظرا لأهميته أولت الحكومة هذا الملف وتبنته كأولوية، اللي هو ملف المشاريع الإسكانية. وبالرغم من تداعيات كورونا والعزل التام لمناطق التي تتواجد فيها العمالة وظروف الحظر، لله الحمد بفضل رب العالمين وجهود الجنود المجهولة، تم إنجاز مشروع شرق تيمة الذي يأتي تنفيذاً لقانون منبع بيته، كما تم إنجاز مشروع جنوب عبدالله مبارك، وأيضاً مشروع مدينة المطلع السكنية التي تعد أكبر مشروع إسكاني نفذ في تاريخ الكويت. ولله الحمد بإذن الله سيتم مساء اليوم تسليم المواطنين المستحقين قسايمهم تسليما فعليا، وهذه الخطوة التي تسبق إجراءات البدء في بنيان منازلهم إن شاء الله. كما تم فيه خضم أزمة كورونا،
توقيع عقد مشروع جنوب خيطان الجنوبي، والذي إن شاء الله سيخدم 1448 أسرة كويتية. كذلك في المؤسسة كنا حريصين كل الحرص أن نكون قريبين من المواطن، نستمع لهمومه، ومرت علينا العديد من المشاكل التي تعاني منها الأسر الكويتية، ولذلك تم تشكيل فريق شبابي كويتي من أهل الاختصاص ورفع مجموعة من التوصيات تساهم في حل جزء من هذا المشاكل، هذه المشاكل. وكانت باكورة هذه التعديلات التي تمت على المواد الخاصة في وثيقة التملك. كلنا نعلم أن وثيقة التملك هي الورقة التي تضمن حق الأسرة الكويتية واستملاكها للمنزل. اللائحة كانت تنص على أن رب الأسرة يجب أن يتقدم بطلب كتابي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإثبات هذا الحق. كثير من المواطنين ما كانوا يعلمون هذه المعلومة، فبعد وفاة رب الأسرة يتفاجأ الأبناء أن البيت اللي كانوا ساكنين فيه طول عمرهم ما عاد لهم، ويجب أن يسترد من قبل المؤسسة. بالإضافة إلى أختي المرأة الكويتية، كانت في حال تغيير حالتها الاجتماعية تتفاجأ بأن ما لها حق في بيتها، بل بالإضافة إلى ذلك ما كان حتى عندها حق أن تقدم على إصدار الوثيقة، ولذلك تمت التعديلات لمعالجة هذين البندين. فاليوم المواطن الكويتي فور إطلاق التيار تثبت الملكية ملكيته في المنزل دون أن يستدعي ذلك أي إجراء من قبله. أما بالنسبة لأختي الكويتية، يعني بالتعديلات اللي تمت ستتمكن من حفظ حقها في المنزل، وأيضا تم مساواتها برب الأسرة. اليوم ربة الأسرة الكويتية ستتمكن من أو لها حق في طلب إصدار الوثيقة من قبل المؤسسة. ننتقل للمحور اللي بعده، اللي هو محور استكمال وتطوير فرش الإسفلت. يمكن هذا الموضوع نعاني منه جميعا وبشكل يومي، ولذلك حرصنا على أن نضع بحيث يتم معالجة أكبر كمية من الطرق خلال عام 2020. في بداية تنفيذ الخطة تبين لنا شح مادة البيتيومين، وهي مادة أولية تستخدم في الخلطة الإسفلتية، ولذلك كنا أمام خيارين، إما أن نركز على الطرق السريعة أو نركز على الطرق الداخلية. ونظراً لأهمية الطرق السريعة لكثرة مرتاديها، أخذنا قرار بأن احنا نركز على الطرق السريعة، وتمكنت فرق العمل من إنجاز ضعف ما كان مخطط له في عام 2020. ولم ننسى المناطق الداخلية، تم تنفيذ 531 كيلو في 48 منطقة، وركزنا على المناطق الأكثر تضرراً، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر منطقة الصباحية ومنطقة صباح الناصر. ويمكن راح أختم عرضي بأكثر قرار أنا فخورة بإني اتخذته، وهو قرار تكويت الجهات التابعة خلال عام واحد وعلى ثلاث مراحل، ولله الحمد تمكننا من إنجاز مرحلتين والمتبقي مرحلة واحدة. وحتى أكون قدوة لخواتي وإخواني القياديين في الجهات التابعة، بدأت عملية التكويت في مكتبي، وأنا أفخر بأنني أعمل مع فريق يتكون من 8 مستشارين فقط، جميعهم الكوادر الكويتية، لا يتقاضون أي مزايا ولا يتقاضون أي حوافز فيما عدا المكافأة الشهرية والتي تصرف لهم وفق اللوائح المنظمة في ديوان الخدمة المدنية. ولم نتوقف عن ذلك، بل وضعنا خطة لتكويت الاتفاقيات الاستشارية والعقود التي تبرمها الجهات التابعة، حرصاً من الحكومة على توفير أكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها في القطاعين العام والخاص. وسموك، يعني كل اللي شرحته ما كان ممكن يتحقق لولا دعمك ومساندتك ودعم ومساندة أختي وإخواني معالي الوزراء. ويعني مهما نسوي نتم مقصرين في حق هذا الوطن والمواطنين. شكرا.
شكرا لمعالي وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا عبد الله الفارس على هذا العرض الطيب.